تذكر في آخر أسئلتها وتقول فضيلة الشيخ بأنها تخاف من المستقبل، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ عليها بالتوكل على الله والاعتصام بالله وإحسان الظن بالله عز وجل، ولا يكون عندها تخوف، بل تثق بالله، تتوكل على الله، تحسن الظن بالله، تكثر من الدعاء والاستغفار، والله جل وعلا يحميها ويؤمن روعها من المستقبل. نعم.